سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع بالأمس تابع فيه جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص، ووجه سيادته بحشد إمكانة الدولة الإنتاجية سواء الحكومية أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص لتوطين صناعة مستلزمات مشروعات التشييد والبناء وخصوصا المعدات والآلات، وده في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة اللي بتتم على مستوى الجمهورية. طبعا بالتأكيد كلنا ملاحظين الثورة العمرانية اللي في البلد خلال الفترة اللي فاتت. أعمال البناء والتشييد بتتم في كل القطاعات، في كل محافظات الجمهورية، في مشاريع بنا، في عماير بتتبني، في تجمعات بتتعمل، في إسكان اجتماعي، في إسكان متوسط، في بنا، في طرق بتتعمل. فإحنا بنحتاج توطين لمستلزمات عملية البناء، وفي نفس الوقت الآلات والمعدات أيضا اللي بتقوم على عملية البناء. بناخد بالنا احنا بقالنا فترة بنتكلم كتير عن توطين الصناعة، واحنا دلوقتي يمكن بنتكلم عن توطين صناعة مستلزمات البناء، لكن بشكل عام احنا ده هدف الدولة، توطين الصناعة في كل حاجة. حتى كل فترة كده بنراجع بعض البنود اللي بيتم استيرادها، وزارة الصناعة والتجارة بتتابع بعض البنود اللي احنا بنستوردها، وبنيجي نقول ايه، لا في بعض البنود ان احنا مش لازم نستوردها ومفروض ان احنا نوطن صناعتها هنا، حتى لو ما تمش تصنيعها بالكامل، لان في بعض المواد الخام اللي بتدخل في صناعات مختلفه بنحتاج بعض المواد الخام تيجي من بره، فبنقلل المنتج اللي جاي من بره وبنعتمد اكتر على المنتج المحلي في عمليه التصنيع، بحيث انه يتجاوز ال 50 او ال 60% كمان من عمليه التصنيع او البن. احنا بنستورد مواد بتبقى بحوالي 5 مليار دولار سنويا، لو اجرينا توطين الصناعه ده وعملناه هنا احنا هنوفر 5 مليارات من الدولارات في ظل الازمه العالميه اللي موجوده في العالم كله. بالاضافه لكده احنا لو دعمنا واكدنا على فكره توطين الصناعه احنا هنشوف كم من المصانع هيتفتح، فده هيوفر فرص عمل ثانيه. احنا بنعمل يعني تغيير وتشييد وبناء، بيوت بتتبني محتاجه ناس تشتغل حواليها، محتاجه ناس تصنع، فاحنا بكده يعني العجله بتمشي يا شاذلي، والدايره بتتقفل كل شويه اكتر في ان احنا نوقف بقى التسريب اللي بيحصل من موادنا الخام والتسريب اللي بيحصل من موارد الدوله عندنا. دلوقتي هنروح نشوف مجموعه كبيره من الاحداث اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع الاسبوعي للحكومه اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والاكد فيه على اطلاق المؤتمر الاقتصادي في الفتره من 23 لحد 25 اكتوبر اللي جاي. وكمان امبارح الحكومه نفت الاشاعات اللي ترددت بخصوص الغاء العلاج على نفقه الدوله، واخبار اخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واللي أكد فيه على عقد المؤتمر الاقتصادي اللي كلف بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 23 ولحد 25 أكتوبر اللي جاي. المؤتمر بيستهدف بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول إلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية. المركز قال إنه الكلام ده مش حقيقي، وقرارات العلاج على نفقة الدولة مستمرة دون توقف مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية. وخلال شهر أغسطس اللي فات تم إصدار 340,333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 1,415,000,000 جنيه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عاد إلى أرض الوطن والوفد المرافق ليه عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات. كمان امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر،
وفي تقليد عسكري أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل، قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روح الطاهرة. امبارح برضو المتحدث العسكري نشر على صفحته الرسمية إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد بيان عملي للتأمين بالوقود لأحد التشكيلات اللي بتنفذه إدارة الوقود، وده في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. امبارح المتحدث العسكري نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية نفذوا تدريب بحري عابر للبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي، وده باشتراك الفرقاطة المصرية طراز جو ويند الفاتح مع الفرقاطة الفرنسية أكونيت عقب انتهاء زيارتها الناجحة لقاعدة الإسكندرية البحرية. الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي في هذا التوقيت حاجة غاية في الأهمية. طبعا نتذكر جميعا أن دي مش أول مرة الرئيس يدعو لعقد مؤتمر اقتصادي. في مارس من عام 2015 دعا لعقد مؤتمر اقتصادي، وكان مؤتمر اقتصادي كبير جدا في شرم الشيخ، وطرحت فيه مجموعة من الخطط الاستثمارية ومجموعة من المشروعات تم تنفيذ عدد كبير منها خلال الفترة اللي فاتت. تأكيد من الرئيس امبارح وموجود في الهيئة العامة للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية امبارح وفي مدينة نصر لما كان بيفتتح المناطق الحرة في بنها وفي ميت غمر، تأكيد منه على أهمية هذا المؤتمر الاقتصادي، على أهمية ضبط السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة. هذا المؤتمر هيكون قاعد فيه مين أو مين اللي هيكون حاضر فيه؟ هتكون الحكومة موجودة فيه، في ممثلين عن المستثمرين ومن القطاع الخاص ومستثمرين محليين ومستثمرين كمان أجانب هيكونوا موجودين في هذا المؤتمر لسماع الخبرة، لسماع رأي الناس المتخصصة في المجال الاقتصادي، عشان نشوف الأزمة العالمية دي إزاي احنا نحاول نخفف من أثرها ونخفف من تداعياتها. ويمكن من أبرز الحاجات اللي هيتم مناقشتها في هذا المؤتمر الاقتصادي مسألة توطين الصناعة. لسه كنا بنتكلم في الخبر اللي قبله على طول عن اهتمام الرئيس بتوطين الصناعة، هذا المؤتمر أيضا هيعنى بتوطين الصناعة في المقام الأول. أكيد هتفرق جدا في الفترة القادمة، طول ما احنا قادرين على التصنيع، طول ما احنا قادرين على ان احنا نوقف الاستنزاف اللي بيحصل للعملة الأجنبية أعتقد الوضع هيختلف تماما. خبر تاني كان لافت للنظر الإشاعة اللي تم إطلاقها بقرار الخاص بإلغاء العلاج على نفقة الدولة. من غير المعقول ان حد ممكن يفكر ان حاجة زي كده ممكن تكون طبيعية. دولة بتهتم في الفترة الأخيرة بمنظومة صحي كامل متكامل وربط كل المستشفيات في منظومة التأمين الصحي، وخلت أو بتحاول تخلي أن كل المواطنين يكونوا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. إطلاق مبادرات رئاسية خاصة بالصحة بمختلف السنين، سواء صحة الأطفال أو المواليد أو صحة المرأة، بالإضافة طبعا لحملة 100 مليون صحة، ومش هننسى أبدا مبادرة فيروس سي. فإحنا بنتكلم في مبادرات كثيرة تم إطلاقها في الفترة الفاتت خاصة بتهتم بصحة المصريين. كان في تصريح للدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بيتكلم فيه عن ان من غير المعقول ان يكون هذا القرار طبيعي، لان احنا بنتكلم في ان احنا عندنا 466 مستشفى ومستوصف تم ربطها بالمجالس الصحية اللي هي المسؤولة عن اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. لو احنا قلنا ان بيروح يوميا 2 مواطنين فقط لكل هذه المستشفيات، فاحنا بنتكلم في ان على الاقل 1000 مواطن بيكون بيكشف يوميا. احنا عندنا 340 الف قرار علاج على نفقة الدولة تم إطلاقهم في شهر أغسطس اللي فات. يعني إحنا بنتكلم في إن في شهر واحد 340 ألف قرار. يبقى الخبر أعتقد أنه عالي تماما من الصحة، ومن غير المعقول إطلاق شائعات كده يا شاذلي بلا أي أساس من الصحة. طيب هنروح لجولة المحافظات. معنا النهاردة مجموعة كبيرة من الأحداث والموضوعات اللي حصلت، أبرزها تنظيم جولات سياحية للفرقة المشاركة بمهرجان الفنون الشعبية في الإسماعيلية، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على فضية كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في الفيوم، بالإضافة أيضا إلى افتتاح المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في شرم الشيخ.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسماعيلية اللي تم فيها تنظيم برنامج سياحي للفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته 22. البرنامج تضمن زيارة متحف آثار الإسماعيلية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة ومرور 200 سنة على نشأة علم المصريات وفك رموز حجر رشيد. في الغربية نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة لقرية شبرا نباص بمركز قطور، وده بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة قدرت إنها تجري الكشف الطبي على 7235 حالة وتحويل 396 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة. في بني سويف أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرار بصرف مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وده لجهودهم اللي بذلوها للاستعداد لبدء العام الجامعي الجديد. في الفيوم كرم المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري أبناء المحافظة اللي حصلوا على فضية كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة ضمن أبطال المنتخب المصري، وده خلال بطولة العالم اللي استضافتها مصر في نسختها الأولى. في قناة استقبل المحافظ اللواء أشرف الداوودي الفوج الأول من أهالي المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تم تسليمهم أطراف صناعية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء. في مطروح أكد المحافظ اللواء خالد شعيب إن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الأسبوع الجاي، وقال إن المحافظة فيها 820 مدرسة جاهزين لاستقبال 170 ألف طالب في العام الدراسي الجديد. في الإسكندرية نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة مهرجان طلائع الجمباز بمركز شباب الأنفوشي، وده ضمن خطة مبادرة الإسكندرية بتبدع. في جنوب سيناء شهد المحافظ اللواء خالد فودة الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السادسة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، واللي بتناقش التحديات اللي بتواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها. في الفيوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعلنت أنه هيتم قطع المية عن قرية جرفس بمركز سنورس لمدة 5 ساعات من الساعة 9 الصبح ولحد الساعة 2 بعد الظهر، وده بسبب أعمال الصيانة. في الشرقية هيتم النهاردة انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته 26 بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية والأصيلة. فعاليات المهرجان هتكون في أرض الفروسية بمدينة بلبيس.